واحد بيقول انا اعترفت بخطية معينة وابونا لم يسمح لي بالدخول في التفاصيل، نفسي اعرف هل غفرت لي؟ خلاص مدام ابونا قال لك كده يبقى خلصت، يعني لا تتشكك بعد كده، لان في ساعات تفاصيل متعبة مش كل واحد يحب يسمع التفاصيل المتعبة، وابونا بيفهم طبعا. اما انت قلت له العنوان فهم انت تقصد ايه، مش ضروري التفاصيل الزايدة.